السكنية تستهلك من زمن الضحايا الكثير، 10 سنوات من الانتظار والمحاولات الحبية والوساطة لحل ما بات يعرف بقضية ودادية عبد الكريم الخطابي بسلوان نواحي الناظور. كل هذه المدة والمحاولات لم تؤتي أكلها. المنخرطون في هذه الودادية وعددهم يزيد عن 100 طرقوا باب القضاء للمطالبة باسترجاع أموال دفعوها مقابل أراض لم يستلموها. روبورتاج فؤاد عزوزي محمد حشوب. تعلق بحلم أضحى سرابا، حلم اقتناء قطعة أرضية بتجزئة سلوان، فبادروا إلى الانخراط في ودادية للسكن تحمل اسم الخطاب بالناظور. لكن بعد 10 سنوات لم يبق بأيديهم سوى عقود وعد بالبيع، بعد أن تبين أن الأرض هي في ملكية الدولة وهي محل نزاع بسبب أشخاص يدعون حيازة الأرض. انخرطنا معهم في 2010، ولكن الوعود بالبيع اللي كانوا داروه مع دوك الناس داروها في 2013، يعني مور ما انخرطنا حنايا عاد داروا داك الوعود بالبيع مع هذوك الناس اللي كانت عندهم الحيازة. أعتقد أن شكون اللي كيسبق، واش الوعود بالبيع أو لا الآخر. هذه هي المشكلة اللي كانت عندنا، يعني هما ما كانش عندهم الأرض وهما كانوا كيبيعوا هذه الأرض. مساحة الأرض تناهز 16 هكتارا، حيث باتت الودادية إعلانا تؤكد فيه أن الأرض محفظة. اللي انخرطنا بها تقريبا ما يناهز 6 مليار. استخلصت من المنخرطين مبالغ كبيرة، هم اليوم أزيد من 100 منخرط قرروا اللجوء إلى القضاء بعد استنفاذ كل الطرق الحبية. قبل ما نوصلوا القضاء مشينا عندهم كاع الاخوان كاع الضحايا، مشاو قلبوا عليهم، عيطوا في التليفونات، راه خصنا فلوسنا مادام الارض فيها المشكل، راه خصنا فلوسنا. هما كيتماطلوا، كاين الطماطلات، وفي التالي قطعوا كاع الاتصالات، فتحوا المكتب الوداديه تغلق. هما كيقولوا انه تغلق بسبب كورونا، راه ما تغلقش بسبب كورونا، تغلق قبل كورونا. اغلق باب الوداديه ولجا الضحايا الى جمعيه حمايه المستهلك بالعروية التي اكدت ان هذا الملف ليس الوحيد باقليم الناظور، بل لقي منخرطون بعدد من الوداديات نفس المصير. لحد الان انا عندي نفس المشكل تقريبا مع 6 ديال الوداديات، كلهم تقريبا النهايه ديالهم كيلتجؤوا للقضاء من بعد ما كندخلوا حنايا بطرق حبيه، حيت واحد البوند عندنا حنا كجمعيه حمايه المستهلك اننا كندخلوا لفض النزاع بهذه الطرق الحبيه. حاولنا الاتصال برئيس الوداديه وامين المال من دون جدوى، وباءت محاوله محاميهما اقناعهما بالرد والتعقيب بالفشل. يبقى هذا الملف بين انظار القضاء ليقول كلمه الفصل في الموضوع. متواصله فيها